زينب، رغم تأكيد العديد من الدراسات أن الأطفال أقل الفئات العمرية عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأنه أعراضه قد تكون خفيفة ولا توجد حالات خطرة عند الأطفال، إلا أن الدراسات الجديدة ومع الأحداث الجديدة وجدت أن الأطفال معرضون بشكل كبير للإصابة بالفيروس مع أعراض يقول أنها خطيرة. فما هي الدراسات الأدق والأكثر صحة؟ معنا الدكتور قصي الزير، اختصاصي أطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح جميع الأخوة المشاهدين، وإن شاء الله هيك نعطي همسة ناعمة وخفيفة بتريح من يشاهدنا إن شاء الله. أكيد. يسعد صباحك عن جديد دكتور. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء أنا وياك ونور عن يمكن المعتقدات الخاطئة بالنسبة للتصدي لفيروس كورونا بعد العائلات ما التزمت بالإجراءات اللي صدرت عن مجلس الوزراء، وهذا الشيء حرصا للسلامة العامة. شفنا كثير من الخروقات قبل الحظر الجزئي، يعني شفنا كثير أولاد أهليهم تاركينهم عم يلعبوا، عم ياخذوهم معهم على زيارات منتزهات الأسواق. تماما. فخلينا نحكي عن حقيقة إصابة الأطفال بفيروس كورونا. كيف فينا نحافظ على أطفالنا ونوقيهم من الإصابة بفيروس كورونا؟ أول شيء أنا بوجه تحية للقطاع الصحي، وجهنا تحية للجيش العربي السوري أكيد. القطاع الصحي اللي هو عم يواجه هالمشكلة العالمية بالشكل الأمثل وبشكل دقيق، ممثل بوزارتنا وزارة الصحة يلي دائما باجتماعات مستمرة حتى يمر هالوباء بسلام عن بلدنا. أكيد نحن الإجراءات الاحترازية اللي بتقوم فيها يعني الحكومة لازم الكل ينفذها دائما. فكر الحكومة فكر مجتمعي، وقاية سورية كلها، المجتمع كله. ممكن الأنانية عند بعض الأشخاص يعني تخلي هالإجراءات الاحترازية ما تزبط، وهذا خطأ ممكن يؤثر على صحة مجتمعنا. احنا بنحكي بالمجتمع أكيد. فدائما وجهة نظر الدولة هي وجهة نظر مجتمعية عن الدولة كلياتها، فأي إجراء احترازي هي لصالحنا، وليس يعني بدنا ما نكون أنانيين نحاول انه ما نطبق الإجراءات الاحترازية اللي بتكون فيها الدولة. هي اهم شيء. اكيد مثل ما تفضلتي، الالتزام في المنزل مع أطفالنا إذا ما كان عندنا أي شيء خارج المنزل هو الأفضل للإجراءات الاحترازية. النظافة الشخصية كمان هي إجراءات احترازية سابقا ولاحقا، يعني النظيف لازم يكون بيته نظيف. هاجس الخوف الزايد لازم وما لازم، ما نكون بمرض وسواسي وفوبيا، ولازم نكون نضاف ببيتنا بالشكل الأمثل. يعني مو معقولة أنا بالبيت ألبس كفوف وحط كمامة، هذا خلى زيادة طلب على هالمواد هاي من الكحول من المعقمات، وخلى التجار تستغل هالفرصة هاي. نحن ضمن المنازل لازم المي والصابون هي أساس التعقيم في المنزل. نعلم أطفالنا النظافة الشخصية من خلال تغسيل أيديهم إذا كانت ملوثة بأي نوع من التلوث. تخفيف السلام، يعني يكفي السلام بالنظر بالكلام، تخفيف السلام بالأيدي. الأحذية لازم ما تدخل على السجاد، الأحذية تحمل بؤرة انتانات إن كانت فيروسية ولا جرثومية ولا طفيليات وفطريات وما شابه من كافة أنواع التجرثم، فلازم ما ندخل فيها على السجادة. قد تحمل السجادة الجراثيم لفترات طويلة من بعض الجراثيم. فإذا نحن الوقاية هو ما أجمل الوقاية، ما أجمل النظافة، فالنظافة من الإيمان، هي حطيناها على جنب. ما يكون عندنا هاجس الخوف من هذا، النظيف نظيف، ملابسنا نظيفة، إيدينا نظيفة. أي واحد عنده أعراض رشع لازم يحط كمامة ويقي الآخرين من البؤرة تبعه بأي نوع من أنواع الإنفلونزا، ما بالك بالآن بالإنفلونزا يلي هي غير نموذجية وعم تجي شديدة. هلأ الأطفال بينصابوا مثل الكبار، الفيروس هو أقوى خلق الله وأصغرها، تصوري. ففيروس الجريب أو الإنفلونزا بأنواعه، ومنها إنفلونزا الكورونا يلي هلأ مسمينا كوفيد 19، هي من الإنفلونزا ذو فوعة عالية
هلا انتشارها كانتشار الفيروسات بشكل وبائي ضمن المجتمعات، وهلا صارت عالميا عم تنتشر. هلا اكيد بتصيب الصغار والكبار. هلا الدراسات لحد الان تبقى اوراق، يعني ما بصير انا اجي هلا احمل دراسة صينية واعتبرها ملزم فيها او دراسة امريكية. معلومات طبية يوميا منظمة الصحة العالمية، احداث جديدة حول هيدا الفيروس كان من بيناتها انه الاطفال هن الاقل عرضة لهذا الفيروس بسبب مناعتهم، والكبار السن هن الاكثر عرضة. مع الاصابات الاخيرة اليوم عم نتفاجأ، يعني حتى كان تحت سن التسع سنوات لا يصاب، بعدين فاجأنا باصابات حسب منظمة الصحة. لا يصاب بالعلم، اقل اصابة حسب منظمة الصحة العالمية آخر الدراسات كمان حسب يوميا، لأن هو فيروس مستجد، يعني نحن دائما بتلقي معلومات طبية حديثة بشكل يومي، مش إنه هذا يعني قاعدة تامة أو عامة ما بتتغير. هي اللي عم نفاجئنا هي الأحداث الطبية الجديدة يوميا. صح. في معلومة طبية عم نحاول قد ما فينا نستقيها للمشاهدين ولإلنا ولكل الناس اللي عندها كم هائل من التساؤلات اليوم. صحيح. هلأ لو كان لا يصاب الأطفال ما وقفنا التدريس، مدارس وقف، أول إجراء احترازي قامت فيه الدولة أو تقوم فيه الدول هي توقيف الدراسة عند الأطفال وإيقاف الحضانات. لذلك الأمهات يعني تأثروا كثير، وخاصة الموظفات وانت تحط ابنها. إذن الأطفال يصاب بالعلم بالطب يختلف عن المعلومات اللي بتجي عبر النت. ألا صار في عندنا مثلا 500,000 إصابة ضمن الإصابات المدروسة أو معمل لها إجراءات مخبرية، بيقول لك مثلا نسبة إصابة الأطفال 10، قد يكون هناك أكثر بس مو ما بنعمل لها تحاليل. الأطفال جهازهم المناعي عم ياخذوا لقاحات، شوي بيقول لك لقاح السل إذا أخذوا الطفل يقيه أو يخفف من أعراض الكورونا، شوي قد يكون لقاح الام ام ار بعد فترة يقول لك يمكن لأنه عم يأخذ لقاحات الجهاز المناعي عنده عم يتعرف على الفيروسات بالشكل أمثل من الأكبر سنا. هلأ أكثر الإصابات هي عم تنوجد ما بعد عمر 30 اللي عم يدرسوها لعمر 60. هلأ دائما بأي أنتام فيروسي، بأي أنتام فيروسي بالإنفلونزا الشديدة الموسمية، الخطر على كبار السن. صحيح. وعلى من يكون مصاب بمرض السكري والقلب والكلية وأمراض السرطان وأمراض جهاز المناعة والاستقلاب، إذن هدول فئة عمرية أو فئة مرضية موجودة ضمن كل مجتمع. هدول إذا انصابوا عندهم اختلاطاتهم بتكون قوية، وأكثر نسب الوفيات المسجلة عالميا ضمن هؤلاء الناس اللي ذكرنا بعض منهم بالأمراض المعينة. فهدول نحن الوقاية لهم ضرورية جدا. الأطفال إذا أصيبوا بإنتان فيروسي إنفلونزا إن كانت كورونا أو إنفلونزا شديدة لازم ما يقربوا على جده وسته، أو إذا أبوه وأمه كبار بالسن أو هذا ما يقرب، لازم نعمل وقاية، نحاول بقدر الإمكان مثل ما تفضلت الإجراءات الاحترازية البقاء بالمنزل حتى ما ننشر العدوى ما بين المجتمع. وقد تصل إلى هؤلاء كبار السن أو من يكون عنده اضطرابات مناعية أو هالأمراض اللي ذكرناها. صحيح. وتؤدي للأسف لاختلاطات نحن بغنى عنها. لا. لذلك لازم الإجراءات الاحترازية تكون موجودة. الأطفال يصابوا لكن قد تكون أعراضهم أقل. أنا براجعني بالعيادة أطفال حراراتهم عالية مع اضطرابات تنفسية، ومنشوفها نحن هي عبارة عن فيروسات بتتعالج وبتحسن الطفل. هلأ أكيد ضمن معايير وزارة الصحة أي حالة صرنا هلأ عم نتوجه للكورونا حتى نخفف من هالإصابات هاي أو الانتشار. يمكن والانتشار خلينا نحكي شوي. هلأ كل حدا عنده يمكن أطفال أو ولد صغير عم بيحاول يقوي له مناعته، كان حتى بالغذاء أو حتى عم يمنعه مثلا عن أدوية كان هو يجتهد يعطيها وقت المرض. فخلينا نعرف كيف من قوي مناعة الطفل، شو المسموح والممنوع هلأ حالياً؟ هلأ الجهاز المناعي عند الطفل هو جهاز مركب. حليب الأم أجمل هدية بتهدي الأم لابنها، وهو أفضل ما يقوي الجهاز المناعة عند الطفل. الغذاء السليم والمنوع الموسمي كمان هو بيقوي الجهاز المناعي،
الابتعاد عن الاكلات الطيبه او الاكلات السريعه اللي هي بتاثر على الجهاز المناعي. النوم المبكر، انا دائما بكل يعني لقاء او شيء بناشد الاهل ينام الطفل مبكرا، بينظم افرازات الغدد عنده ليقوي الجهاز المناعي. في ناس عم تشرب اولادها ينسون كثير هلا. هلا المشروبات الدافئه مفيده لحل البلغم، صحيح، لتحسين يعني الجهاز التنفسي من خلال حركه الاهداب فيه. لكن ينسون ولا شاي ولا شاي اخضر ولا زهورات ولا بابونج هي عباره عن سائل دافئ. كله مفيد. هلا الزعتر البري بيقول لك غليه مشان يصير يحل البلغم، اي نوع من هالسوائل هي هي عباره عن سائل دافي مفيد. العسل هو عباره عن ياخذه الواحد بالمعلقه بس، حله بالمي السخنه راحت نص فوائده. فاذا يعني المكونات الطبيعيه هي جيده، لكن الغذاء السليم والنوم المبكر والعنايه برعايه الطفل من نظافته هي يعني هذا افضل ما ينشط الجهاز المناعي عند الطفل. الحاله النفسيه عند الطفل، بس يكون الطفل مرتاح بتقوى المناعه عنده، بس يكون لصيق لامه بحب الام وحنان الام، نص العلاج هو حنان، هو يعني الحاله النفسيه بتنشط الجهاز المناعي. اذا هذا هو اللي بنشط الجهاز المناعي. الادويه خليها تكون بايد حكيم الاطفال، ما بصير انا اروح اشتري ادويه للطفل أو حتى للكبار دون استشارة الطبيب. طبعاً. يعني بيقول لك خافت حرارة، نحن دائما بنناشد بخوافض الحرارة لا نستخدم بالمنزل إلا الباراسيتامول، لريثما يروح الطفل لعند الطبيب ويحدد خطة العلاج الدوائي تبعه. هو إذا شو ما عطى أدوية هو حكيم مسؤول عن خطة علاج الطفل. هلأ أي إصابات تنفسية بغض النظر الإنفلونزا، يعني صارت في شوي مغالطات انه ممنوع البروفين ممنوع الديكلون، اكيد ما بصير استخدامهم الا باستشاره الطبيب، لكن اي اصابه بالجهاز التنفسي ان كان سعال جاف ولا سعال منتج لقشع، البروفين والديكلوفيناك ومضادات الالتهاب اللانوعيه بتزيد من فوعه السعال وممكن تؤدي الى نوع من الزله. لذلك لا يفضل استخدامها، ويفضل استخدام الباراسيتامول واي دواء اخر من خلال حكيم الاطفال، لانه كل مرض له خطه علاجه، كل طفل بحسب وزنه وحجمه له خطه علاج معينه، هذا بيترصد له طبيب الاطفال. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي عن الاصابه بفيروس كورونا للاطفال، كيف فينا نميز او تفرق هي الانفلونزا عن الانفلونزا الاخرى مثلا مثل الجريب الرشح من خلال هي الاعراض؟ صحيح. هلا نحن بفصل الربيع، السعال ممكن يكون سببه تحسس من ممكن، وكثير عندنا اطفال عندهم التحسس من اهل بدخنوا بالبيت ولا زياده الكلور والفلاش والتخبيص. هلا بهالفوعه هذا النظافه مطلوبه جدا، لكن ما بنسب معينه الكلور طبعا. لازم يكون كل لتر مي 1 ملي كلور، حتى الرش في السجادة أو الرش المناطق اللي قد تكون يعني حدا إجا قاعد مثل ما تفضلتي وكان مرشح وممكن أنه يعدي. فتعقيم المنزل بآلية صح من نظافة ما تزيد الحساسية عند الأطفال. يعني بدي أنا ابتعد عن السعال التحسسي، الإصابات التحسسية، الرشح التحسسي، أي إنتان فيروسي بارتفاع بدرجة الحرارة، بالسعال ببلش سعال جاف مع تململ مع آلام ممكن بالجسم كلياته وهن عام مثل أعراض الكبار، لكن الطفل ما بيعرف يشكي يعبر. الطفل ما بيعرف يعبر، يعني أيام بيجيبوا لي طفل بيقولوا لي حسينا شوي عليه حرارة. إحساس الأم ما لازم يكون بملمس اليد أو الشفاة مثل ما بتعرف، بدها تاخذ حرارته ميزان حرارة حقيقي، بتقول لي حسينا، بحط درجة الحرارة بتطلع 40. فإذا إحساس الأم صحيح أنه عنده حرارة بس طلعت حرارة أكثر من الإحساس. فإذا في حرارة عالية، في سعال، في تململ، في ميل للنوم، في قلة شهية، لازم نراجع طبيب الأطفال أو مركز صحي أو المشفى حتى يحدد شو سبب الإصابة. هل لا سمح الله هي من فيروسات الكورونا أو فيروسات أخرى، هذا الطبيب بيحددها طبيب الأطفال
بالشكل الأمثل بحكمته حتى يعمل الإجراءات اللازمة الوقائية للعائلة. بس أي هي الأعراض شعرت فيها الأم يجب استشارة الطبيب. عدم أخذ الاحتياطات اللازمة منها أدوية هي خافت حرارة أو أدوية أخرى، يجب دائما استشارة الطبيب بهي الحالات للحفاظ على سلامة الأطفال. صحيح، سلامة أطفالنا من سلامة المجتمع. فأي أعراض سريرية ما لازم هي تتكهن وتعطي. يعني أنا كثير بستغرب أهالي راحوا صاروا يخبوا أدوية بالبيت، هذا خطأ. يعني شراء الأدوية وتخبيتها بالبيت هذا أكبر خطأ، ما بصير هي تستخدم دواء لا للطفل ولا للكبير إلا من خلال الطبيب. هو بيحدد خطة العلاج المرضية. أكثر من خافت حرارة ومسكن آلام للبطن ما لازم الأم يكون عندها هاجس وتخبي بالمنزل، لأنه الأدوية موجودة. الحمد لله بلدنا نحن مرينا بحرب قاسية جدا، حرب إرهابية على سوريا، مرينا منها بسلام ومنمر بمحنة الكورونا إن شاء الله بحكمة قيادتنا بسلام إن شاء الله وبالإجراءات الاحترازية المطلوب كل من يسمعنا أنه ينفذها. الوعي بهي الإجراءات لازم نكون واعيين، مو والله بفترات الظهيرة هلأ مسموح التجوال نأخذ أطفالنا على الحدائق ولا على الأسواق. بشوف الأهل يعني اللامبالاة أسواق دكتور هيك بتمشوا. اللامبالاة هي خطأ. أكيد. نقعد بالبيت إن شاء الله، هيك وزارة الكهرباء بتعطي الكهرباء شوي لحتى يقعدوا يتسلوا. برامجنا الجميلة والتعطي التوعية لازم يكونوا قاعدين عم يتفرجوا ويتسلوا، يعملوا هالألفة المنزلية الجميلة اللي ممكن ما عاشوها يعيشوها هالفترة. أكيد حتى دكتور احنا دائما عم نركز على هدول النقاط، لكن بالختام خلينا ناخذ نصائح أخيرة لكل عائلة عندها هيك أطفال، وإذا ظهرت أي علامات كيف يتم التواصل مع الجهات يمكن الطبية. خلينا نعطي هيك كم نصيحة. وزارة الصحة مشكورة مع كافة المشافي للتعليم العالي والجيش بإدارة الأزمة. أي أعراض خافوا منها كليات المشافي فاتحة، الأطباء بعياداتهم فاتحين، المراكز الصحية فاتحة. إذا الكادر القطاع الصحي مستنفر بهالفترة هاي، وحتى بوقت يعني حظر التجوال إذا احتاجوا أكيد مسيرة الأمور حتى صحيح. يوصلوا إلى النقاط الطبية والصحية. الدقن، بدي أحكي على الدقن، إذا كان عندنا أطفال الدقن قد ما نظفتيها بتضل فيها نوع من التلوث الفيروسي والجرثومي. ما نمسك أولادنا ونبوسهم. هلأ الكل بده يحلق دقنه بعد هاي شغلة شخصية بس هي معلومات يجب الانتباه لها. لكن الدقن أنا بعتبره لو حطيت كمامة ما في أطراف معباية تعباية من الغبار ومن الطقس ومن اللعاب الآخرين ومن بيجي بيمسك ابنه وبيعطبطه وبيبوسه، فأعطاه الجراثيم الموجودة لو كان حاطط هذا. وقد ما نظفها يبقى هناك، يعني بدها غسيل بشكل يعني مثل ما مغسل الإيدين وهذا. هاي شغلة الأظافر، نظافة الأظافر، نظافة الإيدين، الكفوف. يعني أنا بدي هاجس ومع قطاع مع وزارتنا أنه الناشد يعني ما نكون بطريقة خوف زايدة، بس بدي خالط حدا أو شيء البس كفوف، البس الكمامة. هي أكثرتها استخدامها للقطاع الصحي، اللي نحن عم نتعامل مع المرضى ومنخاف على القطاع الصحي أنه ينعدى بهالأمراض هاي والفيروسات الكورونا. وأكثر الدول كان أكثر كادر تأثر هو الكادر الطبي وراح وفيات كثير. فإذا النظافة الشخصية، نعلم أطفالنا يغسلوا إيديهم بشكل جيد، نلزمهم بالمنزل. أي أعراض مرضية نراجع الطبيب حتى يحدد الأمور. دائما أنا بقول الغسيل بالمي والصابون بيساعد على أنه يخلي الإيدين بمناعة جيدة. بعض المواد المخرشة قد تؤثر على الجهاز المناعي للإيدين، والإيد فيها العرق المالح بيقتل كثير من الجراثيم وكثير من الفيروسات وكثير من الطفيليات. فالغسيل بالماء والصابون بحافظ على الجهاز المناعي للإيدين أكثر من هالمواد المخرشة. خلينا نبعد عن هالتجار الأزمي اللي عم يتاجروا فينا بالكحول وبعض المواد المنظفة، نستخدمها بالشكل السليم ونحاول النظافة الشخصية هي الأساس. الابتعاد عن إذا كان عندي رشح أو شيء أقل شيء متر ونص بيني وبين الآخر حتى ما أعدي. إذا أنا كنت مريض حط محرمة حتى ما أعدي الآخرين. الوقاية الشخصية بين المجتمع، تقي المجتمع من أمراض كثيرة ومنها إنفلونزا الكورونا الله يبعدها، وإن شاء الله بتمر المحنة بسوريا يعني بسلام مثل ما مرينا من محن كثيرة.
بدنا نشكرك اكيد الدكتور قصي الزير اخصائي اطفال على وجودك معنا. بنتمنى من جميع مشاهدينا الالتزام بجميع النصائح حرصا على سلامه وصحه اطفالهم اليوم. شكرا كثير لك. شكرا لكم وشكرا لهالبرنامج اللطيف. الاجراءات الاحترازيه اللي بتقوم فيها الحكومه نلتزم فيها، برد بعيده ونضل بالبيت بما نستطيع من الوقت. وشكرا لصباحكم الجميل. شكرا لك يا دكتور.